بتعملوا ايه هنا؟ وانت قاعد على مكتب امي ليه؟ وابنك قاعد على مكتبي؟ انتوا هتاخدوا الورث خلاص وضع يد زي ما خدتوا ورث ابويا؟ مش كفايه شوله ابنك الزفت اللي ضيعت امي؟ هات الورق اللي قلت لك عليه يا ربيع. امر يا حاج. امر يا حاج؟ هو ايه يا عم ربيع؟ عاش الملك مات الملك؟ سلام على قله الاصل يا عم ربيع. روح يا ربيع هات نواقص الخامات واعمل لي قهوه من البن المخصوص الحلو بتاعكم ده. حضرتك. روح. اقعد يا اقعد. يا ابني انت مش مضيت؟ اه مضيت بس ما خدتش حاجه. حاجتي هي اودي اللي عايز تاخدها؟ مش كفايه هنسدولك في القرض اللي جبته انت والزفت التاني ده؟ القرض اللي خلى الست تروح فيها وهنسدولك كمان اللي جاي. انت مضيت واحنا دفعنا، وطالما بقى سدينا لك الرهنيه يبقى المصنع ده بتاعنا حقنا. وانا وصلاح ده قاعد في مكتبي ليه؟ انا اروح فين؟ ما تروح تجيب لك مكتب وتقعد جنبه عادي. لا مش عادي، ده مصنع امي. امك اللي عرفت تخليك راجل ولا اب ولا ابن ولا حتى صنايعي. طب انت يا اخويا شملولك ده ما حافظتش على ورث امك ليه؟ انت عايز ناقص البلد. اسم الله على تربيتك يا عمي، ما هو قاعد جوه اهو مدمن. تربيتك ده ولا مش تربيتك؟ وكمان بتغلط فيا؟ طب روح حط خيبتك على خيبته وغور انتوا الاثنين قبل ياخدكم. غور. استنى، انت هتشتغل هنا باللي اقول لك عليه وبعقد، ومرتبك كل شهر هيتخصم منه نفقه الست فاتن وبناتها، وده اللي عندي. مش عاجبك الباب يفوت حمار.